مع بيراميدز كنت معظم المباريات اساسي، مع بيراميدز كنت بتأدي بشكل كويس، فجأة احمد توفيق خارج بيراميدز، ايه اللي حصل؟ لا هو ما فيش حاجه حصلت، هو في كانت في مفاوضات من النادي فده نصيبي يعني. انا قعدت مع مع اللي هو اشرف وكنت مرتاح شويه يعني. في الوقت اللي انت كنت بتتحرك فيه من بيراميدز اكيد يعني انت قريت الكلام دوت، كلام عن الزمالك، كلام عن الاهلي، كلام عن كل انديه مصر عشان احمد توفيق ممكن يروح لهم، مين كان اقرب ليك او مين اللي كان داخل مع البنك الاهلي في منافسه واخترت البنك الاهلي في الاخر؟ كان في ده في كتير يعني. كان في الزمالك وفي فيوتشر وفي فاركو وبيراميدز برضو. بس انا لما قعدت مع اللي هو اشرف بصراحه ارتحت له وحسيت ان هو زي والدي بالظبط، وكان كلامه كويس معايا وارتحت من جواه. الاجواء يعني هنا عظيمه بصراحه، انا دخلت هنا الاجواء عظيمه من كل الناس. لا طيب ناس محترمه. الزمالك بيتك اصلا يعني، فليه الزمالك ما كملتش الموضوع؟ رغبتك انت ورغبه النادي؟ هو عشان انا قعدت مع اللي هو اشرف وكان في ارينا فاتحه مع بعض وبتاع، فما كان الموضوع كان بالنسبه لي كان صعب. يعني كان يعني بعد الزمالك كان يتكلموا بعد ما خلصت مع البنك الاهلي. بالظبط كده. فانت خلاص حسمت امرك مش عايز تخش. بالظبط كده. طيب الكلام بقى عن النادي الاهلي، واصل اكرم توفيق بيتوسط مع احمد توفيق للانضمام للنادي الاهلي والكلام ده، الكلام ده حصل؟ لا 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 ما حصلش خالص. لا لا واكرم ما كلمكش؟ لا اكرم كلمني كذا مره بيقول لي ما تيجي عندنا، انت مش عايز تيجي عندنا ليه وبتاع. طبعا لعبت 9 سنين في الزمالك وبتاع، فمش هينفع ان العب في الاهلي وبتاع وكلام من ده. بتحب الزمالك اكتر من اكرم؟ ولا تحب الاثنين؟ احب الاثنين عشان ما غلطكش، بس احب الاثنين. ما تقولش بحب الزمالك اكتر من اكرم، فكره بيزعل منك والعكس صحيح. ده اخويا، اخويا في الاول وفي الاخر اخويا يعني، فهيشيل معني طبعا. بالظبط كده. العيله حلوه، عيله توفيق كلها حلوه، اللعيبه كلها كبيره، واكرم ما شاء الله عليه رجع تاني اهو بيتالق، وكان موجود مع منتخب مصر. امتى هنشوفك كمان في منتخب مصر زي ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله مع ماتشات ان شاء الله. اول حاجه بس الواحد يركز ان احنا نعمل حاجه في النادي هنا ونخليه في مكانه كويسه. كلنا مركزين ان احنا نلعب افريقيا السنه الجايه، فان شاء الله ربنا يسهل الموضوع. انت جاي البنك الاهلي باك رايت ولا جاي وسط ملعب؟ انا بلعب في الاثنين يعني، بس انا دلوقتي بلعب باك رايت. باك رايت يعني. انت بقى اصلا بتحب ايه اكتر؟ انا بحب المكانين طبيعي، بس اي لاعب في العالم لو سالته يقول لك والله المركز ده انا بحبه اكتر من المركز ده، بس انا العب المكانين هايل يعني مفيش مشكله. انت ايه المركز اللي بيريحك اكتر في الكوره؟ والله انا لعبت في نص الملعب، كنت بادي كويس وبروحت المنتخب وانا في نص الملعب، ولعبت باك رايت ورحت المنتخب وانا باك رايت. فالمكانين بالنسبه لي يعني مش ما بفرقش بينهم يعني. انت حاسس ان انت راجع قريب المنتخب؟ ربنا يسهل ان شاء الله. عايز ترجع المنتخب في مركز ايه؟ اللي انا هلعب فيه. لا ما انا عايز عايز اضربك في اكرم بصراحه، انا جاي النهارده نيتي شر. لا عايز تلعب باك رايت. المركز اللي هلعب فيه هنا في النادي اكيد اي لعيب طموحه ان هو يروح المنتخب وان هو يساعد المنتخب مصر في يساعد بلده في الماتشات دي، لاي لعيب طموح اي لعيب يعني. عامة تخيل انت واكرم مثلا بيتنافسوا على مركز واحد في المنتخب. ما حصلت قبل كده في ماتش لقيته هو بيلعب اساسي وانا قاعد على الدكه. قفشت بقى؟ لا عادي عادي. اتضايقت؟ ما اتضايقتش من الجهاز الفني؟ لا لا ما اتضايقتش. ما كنتش بتتمنى انه يخرج مثلا ولا حاجه؟ لا لا خالص؟ ما بتجيش عندك دي خالص؟ لا